شكرا زمراوي. نحن بنلاحظ انه كانه ما في مدرسه، يعني زول لو سمعها بس بحس انه فعلا الجابر حي يرزق وبيغني. شكرا على الاداء الاكثر من مميز ورائع. انت ونسرين اللي حتسمعونا عدد كبير من الاغنيات. لا انا اعلق برضو على زمراوي في جملتين. زمراوي ده من اوائل الناس اللي حبوا مدرسه الجابر الغنائيه. وهو طبعا من اولادنا، من منطقتنا، يعني من مدني، من الجزيره. واسرع هو بيمشي الجزيره وبيجي الخرطوم، ارض الابداع. ارض الابداع. الظروف بتاعت الفن بتخليه مره هناك ومره هنا وكذا. فانا سمعت زمراوي قبل فتره من اوائل الناس اللي غنوا اغاني الجابري، وما بغنيها بتقليد الجابري. أيوه. لكن بغنيها زي استاذ نسرين ما غنت الاغنيه بتاع السيد الاسم بالطريقه بتاعته يعني. فزمراوي المغني الوحيد الذي يغني بكل جسمه وبكل اعضائه وبكل مسامه، ولا يستطيع يعني اسعى الليله تيجي برتيه وهو قاعد وبغني، لكنه بحب يكون واقف وبغني، لانه يعني هو استعراضي اكثر من انه مغني. عشان كده في الحفلات او في المناسبات من القاو دائما هو بيمتلك المسرح بحركته عليه. لما اكون واقف بلقى التنفس اكثر. نعم. بتنفس لانه في مساحات بكون فاقدها. لكن بتتحرك في جلستنا الليلة افقدتك، ما افقدتك اي شيء على فكره، يعني ادائك الجميل والمميز يعني. الله يبيكم انتم يعني. طيب في حاجه برضو يعني تابعناها من خلال الاغنيه اللي هو التلحين، وانت تطرقت للنقطه دي ومرينا عليها عرضا، نرجع لها مره ثانيه. القدره العاليه على التلحين من غير ما يكون في لحن يشبه لحن، ونحن بنلاحظ انه في اتساق عجيب ما بين المفرده وما بين اللحن، كانه ما اللحن ده مفصل على المفرده عند استاذنا الراحل. والله انا اقول لك كلام يا استاذه يسرى، ده سؤال جميل جدا جدا، والسؤال ده بيوري انك انت برضك يعني بخلاف انك مذيعه بتفهمي في الفن. شكرا. يعني بصراحه شديده انا بتذوق اكيد الفن. انا بقول لك الكلام ده بصراحه ليه؟ لانه انا الفنان احمد الجابري وكنت كثيرا ما ازوره في بيته وكده، قال لي انا داير اتفرد. هو تفرد ما قاله، لكن قال لي انا داير حقي يكون براهو. أيوة. انا فهمت انه التفرد. فقال لي عشان ما اسمع حسيت، قلت كل اغنيه مختلفه عن الثانيه. قال لي انا عشان ما اتاثر باحد المغنيين في فتره ذيك، طبعا الرادي قال لي والتلفزيون وديت اللي بيت الجيران، قلت لهم خلوهم معاكم. انا بمشي بلقاه بس هو قاعد وماسك العود وما داير اي مؤثرات. كان مرتبط يعني بالعود ارتباط كبير بشكل ما عادي. يعني لو سمع التلفزيون الزمن ذاك، هو ابراهيم عوض برضه مغني مشهور جدا جدا، يمكن قال لي يعني احاول اقلده. فعشان كده قال لي انا بعدت المؤثرات الاثنين، الرادي والتلفزيون، واصبحت الحن بدون ما تكون في مؤثرات. ايوه. فلك ان تتصوري انا من الزمن ذاك تعلمت منه انه انا ذاتي اتفرد في كتابه الشعر. اذا انت كتبت قصيده تابحت فيها ولا باريت فيها واحد الشاعر قبالك، القصيده ما حيكون عندها شهره ولا حتكون معروفه، لانه انت استعملت الاخيله والصور واستعملت كل شيء اتقالت قبل كده. لكن عشان كده انا لما قالوا لي، وانا ما داري اتكلم عن نفسي كثير، لما قالوا لي انا في العيون ببني له دارين من موده، دي جبتها من وين؟ التعبير احنا ما سمعناه. قلت لهم والله جبتها من تعليق قالوا لي احمد جابري يوم من الايام، انه كل ذول يسوي حقه برا ما يتابع ذول. شفت كيف؟ فابتديت حتى في قصائدي كلها لابد اني القى حاجه تلفت انظار الناس. عشان كده كانت سيدة الاسم، وكانت اسي فيك انا شن اسا، وحنرجع لها لكن بعد ما نسمع نسرين. يا نسرين، يعني صوت البنات يعني طبقته أقل من الصوت الباص، يعني بطبيعة المرأة أو النساء. يعني كونك تغني الأغنيات الصعبة دي برضو داير تدريب وداير مهارات صعبة، يعني إحنا شفنا إنه كيف أنت جودتي أصعب الأغنيات برضو يعني. والله أنت لما تتكلمي عن الجابري معناته بتتكلم عن الإحساس أكثر من أي حاجة ثانية. يعني أنا يمكن بحس أغنيات الجابري أكثر من التفاصيل اللي أنت قلتيها دي كلها. أي أغنية عندي يعني بغض النظر عن أستاذنا أحمد الجابري، يعني أي أغنية أنا بتناولها حتى لو كانت كبيرة لو كانت خفيفة لو كانت
عنصر الإحساس عندي والشجن نمرة واحد، يعني لازم أحس الأغنية بعدين أقدر، يعني عشان أقدر أقدمها للناس أحسها أنا أول عشان الناس تقدر تتذوقها مني. فأنا بشوف إنه الإحساس يعني عامل عامل مهم جدا في اختيار كل الأغاني، لازم يكون في إحساس. وبعدين أستاذ الجابري ما شاء الله يعني كل الأغاني مصحوبة بإحساس كبير جدا جدا يعني، وإحساسه هو كونه إنه هو يلحن أكيد الكلمات طبعا بيكون ما في شك كلمات كبيرة وكلمات فخمة، فلما يضيف عليها إحساسه أنا بفتكر إنه أي فنان بيلحن حاجته بيكون حسيبها أكتر أكتر. فنحن والله وصلنا إحساس بإحساسنا. طيب حذرينك توصلين حاجة بإحساسك لأستاذنا الجابري، تسمعين شو؟ والله نسمع البلوم لأستاذنا الرائع لو التحية إسحاق الحلنقي. نعم نوجه له التحية من هنا وإن شاء الله أكيد حتعجبنا. تفضلي. يا نغمة ما حلت راحينا
لما نشوف يعني الشباب زي نسرين وزي محمد بيغنوا الاغنيات الكبيره بالجوده العاليه دي بنحس انه نحن لسه وسطنا الفني، فيه عدد كبير جدا من المبدعين وماشيين في نفس الاتجاه وفي ذات النسق. نرجع لسيد الاسم، وسيد الاسم يعني بين ضفرين كده هي واحده من اكبر الاغنيات على الساحه السودانيه، وقدمت قبيل قلنا انه الجابري بشكل او باخر للجمهور. كيف الاغنيه بعد ما انت كتبتها وصلت للراحل المقيم؟ والله يا استاذ اسراء، انا كنت طبعا زي ما وريت قلت لك معجب جدا جدا باحمد الجابري. المنافسه كانت كبيره جدا جدا، يعني في عثمان حسين، في محمد وردي، في عبد العزيز محمد داوود، في ابراهيم عوض في الفتره ديك، وانا كنت طالب في جامعه الخرطوم وهي يعني بكتب. قبلها حمد الريع غنى لي اغنيه برضه لقى الزيوع وشهره، أيوة، اللي هي تايه القصل، امانه عليك يا تايه القصل. فلما شعرت بانه انا يعني قلبي يغنوا لي الناس المعروفين الكبار وكذا، فقمت كتبت سيد الاسم ونشرتها في الجريده، وكتبت عليها مهداه الى الفنان الرائع المبدع احمد الجابري. أيوة. انا قلت انا وحظي لو وقعت في يده، فقامت وقعت في يده او وقعت في يد شخص وقال له يا اخي في قصيده مهداه لك وكذا. فلما قراها سعد بها جدا جدا، الكلام ده قالوا لي، هو ما قاعد يطلع كثير منهم درمان، فقام جاني في جامعه الخرطوم وكاسي وكذا وقلت له يا اخي استاذ احمد جابري ده دايرك، وذكر في قهوه النشاط في جامعه الخرطوم، فجيت سلمت عليه بفرح شديد يعني انه جاني احمد الجابري وكذا. فقام قال لي يا اخي القصيده وصلتني وانا بديت الحن فيها ودايرك تجيني في البيت عشان تجلس معي في الجلسات بتاعت التلحين. زمان كانوا بيقولوا كده عشان لو في بيت ولا في حاجه البروفه يعني. البروفه فسالته من البيت وصفوا لي. فهكذا يعني طلعت هذه الاغنيه، لكن انا ده ارجع للطريقه اللي غنت بها بنتنا نسرين. نعم. البالون في فرعه غنى. ايوه. انا بصراحه شديده يعني استاذ نسرين دي بتنبأ لها بانها حتكون فنانه يعني في الصف الاول خالص، لانه يعني تطريب غريب جدا جدا خصوصا في المقطع اللي قالت فيه الغمامه حالات رحيله فوق روابين الجميله يا سلام، يعني بتقولها بطريقه فيها تطريب كبير جدا جدا. لكن انا ما داري كتي بس للتقليد، نحن الشعراء مستعدين جدا جدا لسه بنكتب يعني اسف في برنامجنا على غناوي حكاوي ده ممكن نعمل توأمة فنيه كده بين الشعراء انت تدي القصيده او اي قصيده انت تختارها للاستاذه نسرين وتغنيها في مقبل الايام جدا والله، بس تخصونا بها في غناوي وحكاوي نكون نحن اول من يستمع ليها ويتابعها على شاشه قناه جدا والله يا استاذ اسراء، ده برنامج جميل جدا جدا وان شاء الله يعني من هناك بدا التعاون. طيب بدا التعاون بعد ذاك، وبعدين يعني بصراحه شديده مرة احنا جالسين معاه انا ومعي ثلاثة أربعة من الشعراء من ابناء جيلي وهو ماسك العود، ونحن كنا نحن مستغرقين في ونسه وبتاعه كده، وهو ماسك العود بيغاد وقاعد في كرسي عنده حوش صغير كده جميل، احنا قاعدين في أسرة كده وهو يعني قاعد في الكرسي، فقام طوالي انا في العيون ببني له دارين يعني دخل في الحتة دي كده، فدهشنا حتى يعني صمتنا كده. فانا قمت قلت له يا استاذ انت تميتها؟ قال لي لا ما تميتها. قلت له لكن ما وصلت انا في العيون. قال لي انا ما ببدا القصيده من الاول. قال لي ببدا من التحت، ببدا من النص، ببدا والله بتذكر لحد الليله. فكان رجل لطيف وكان رجل ودود وكان رجل مرح، وبعدين يعني كان بيبني في بيته في ام درمان، بعدين اهو الدخل من الحفلات ومن كده وبتاع. فمره قال لي يا اخي عليك الله انت البنيان اللي في العيون ده سهل كده اقدر ابني لك بيت في الحقيقه كده بعدين اقدر ابني لك بيت. طيب ده برضه بيقودنا لحاجه مهمه، التلحين مربوط بآله العود وارتباطه بها الكبير. فبرضه كلمنا عن الاتجاه ده، ارتباطه الكبير بآله العود. نعم، هو عازف عود ماهر بشكل ما عادي. أنا مرة في قصيدة أنا يعني شاركتها في كتابتها، والزمن ذاك نحن ما يعني لو
الشاعر الفلاني ساهم فيها هنا وقال داير تابع اسمه ونقول له خلاص. المهم قام ماسك العود وبقول ما داير زول يعرفها حبيبتي البسطلطفه ما داير زول يعرفها ما داير زول يعرفها دي قام قالها بخمس مرات مختلفات. فقمت انا قلت له يا استاذ انت لاحظت انك قلتها بخمس مرات مختلفه؟ قال لي اقول لك بعشرة مرات مختلفات كل واحده مختلفه عن الثانيه. انت زمراوي وانت ذاتك عارفين الاغنيه محبوب تلبس طلطفه ما داير ما داير زول يعرفها. قال لي بعشرة ما داير دي قال بعشرة يعني بعشرة الوان من الصوت الوان من الصوت مختلفه عشرة الوان من الصوت مختلفه. فدي زي ما انت قلتي ارتباطه بالعود وبالتلحين خلى امكانياته كبيره. بس هو مدرسته زي ما قلت لك انا مدرسه فريده. يعني غناه ما بيشبه غنى الاخرين اصلا وما شال من الاخرين يعني استفاد في تلحين اغنيه واستفاد من البيت واللي هي كانت مربوطه بالخلاوي وبالقران وكده. يعني نرجع لزمراوي نسمع شنو من الاغنيات. نسمع هوج الرياح. هوج الرياح اي هوج الرياح هذه زمن اللي نحن هي بنقول لها هات يا زمن اللي اسمها ايوه. طب اسمع هوج الرياح لكن نحن دائما هات يا زمن بتدينا المعنى الاكبر. تفضل. يا زمن هات 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 يا زمن جيب كل أحزانك تعالي بالمحن هات يا زمن هات يا زمن يا زمن هات يا زمن جيب كل أحزانك تعالي بالمحن هات يا زمن هات يا زمن طول يا زوق طول يا زوق كتير يا رغبي عالشجر هات يا زمن هات يا زمن قول يا سو قول يا سو قول يا سو كتير يا نبي عالشجر هات يا زمن هات يا زمن جرعني كاس جرعني كاس من لوعة من آلامي المحبوب خلاص جرعني كاس جرعني كاس من لوعة من آلامي المحبوب خلاص خلاني ليك الليل أراه خلاني ليك الليل أراه خلاني ليك الليل أراه لو في قلبي الحسرة والشوق والجراح لو في قلبي الحسرة والشوق والجراح خلى النوى خلى النوى خلاني شمعة وحيدة في هوج الرياح خلاني شمعة وحيدة في هوج الرياح خلاني شمعة وحيدة في هوج الرياح خلاني لك أنا يا زمن خلاني لك راح يا زمن خلاني لك أنا يا زمن وخلى الشجر
وخلى الشجن وخلى الشجن. وصلون وعذابي
ربك الوزير. أنا والظنون وعذابي والظنون وعذابي والظنون وعذابي والصمت المثير.
العواطف صبح غريب. برضي صابر يا زمن، برضي صابر يا زمن.